هذا المهرجان يتضمن عدة فعاليات، منها استعراض للفرق المحلية وكذا، وفيه كذلك فرق فانتازية، وهذا وفيه كذلك زيارة للضريح والمكان اللي عادة تقام فيه الحضرة تقليديا اللي هو منطقة سيدي عمر. أول طبعة في هذا الولاية باش نشوفوا بالتراث نتاعنا المادي البعيد، ونشوفوا التظاهرات الشعبية، نشوفوا الطبوع نتاعنا المحلية كيفاه نحافظوا عليها كهدف أسمى.